ازيكم اصحابي الجامدين، وحلقة جديدة وفيديو جديد. دي هتبقى هي الحلقة التانية يا التالتة في القناة، والنهاردة هنتكلم في الحلقة دي عن افضل 3 العاب بدون انترنت. وهنبدأ بيه سوبر دستلستيك مان. واللعبة دي عبارة عن ان حد بيبقى قاعد معاك وتقدر تلعب معاه، وفي طبعا حاجات تانية تقدر تفتحها بعدين، ويبقى معاك فلوس وتقدر تشتري فيها أسلحة. يعني مثلا هنبدأ اهو، انا وان بلاير هلاعب ذكاء اصطناعي. تعالوا كده نجرب اهو، واقدر ان انا اللي اختار أسلحة كمان. بس دي اول حاجة. تاني حاجة في اللي هو 2 لاعبين، يا 2 من هنا كده بيبقوا جنب بعض او كده، شي يعني انت ضد حد مثلا صاحبك قاعد جنبك، او واي فاي كل واحد من تليفونه. واحد يعمل من هنا هوست يسميه اي حاجة، هو بيجيب لك كل ما بتدوس على دي جيب لك اسم تاني وتدوس ستارت، والتاني هيدوس على جوين وهيلاقيك هنا، ولو ما لقاكش يعمل ريفرش او يتأكد ان هو على نفس النت وبس. ونقدر كمان ان انتوا الاثنين تحاربوا بوس كبير. في كمان اللي هو سيرفايفل، بس يعني ملاش غير 3 مباب بس. تقدر انت مثلا انت وصاحبك، او انت وذكاء اصطناعي، او 2 ذكاء اصطناعي وبيحاولوا ان هما يعيشوا في الزومبي ده اللي هيجي يعني بس. وفي هنا اقدر اعملها ب4 بس، 2 ما اقدرش اخليهم لاعبين، يعني 2 بس اللي يقدروا يلعبوا، واحد من هنا وواحد من هنا. وما في يعني ما ينفعش هنا وهنا، لا 2 ذكاء اصطناعي يعني هما بيلعبوا لوحدهم. في من هنا لو عايز انت تعمل ماب، انت ثانية كده اهو نعمل ماب كده كبيرة واسعة فاضية ايه ده، هم مثلا كده، واعمل لود ماب وادوس مثلا بلاي نجرب اهي بس كده. دي اللعبة او دي الماب يعني مش اللعبة بس. واقدر من هنا وادوس كويت او كويت واقدر اطلع. وهنا ميني جيم، في ده كل واحد بيبقى معاه سلاحين، او دي بتبقى زي ماتش، ودي بتبقى زي كورة بس ما ينفعش اعدي اللي هو الحاجز اللي في النص ده. ودي يعني جربوها انتوا بقى. ودي المفروض ان البتاع اللي هو ده المكعبات دي ما تحبسكش، عشان في بركان بيبقى من تحت وبيحاول يقتلك. وهسيبكم انتوا برضك تجربوا اللعبة. ومن هنا في عند الشوب هقدر ان اعمل اعلانات واخد فلوس اشتري بيها اسلحة. ومن هنا جراوند، يعني في مثلا الجراوند ده او ده العادي الطبيعي. في بقى ده مش فاكر كان ب500 تقريبا، اقدر اشتريه اهو احلى كده. واقدر اجي من هنا كمان عندهم تويتر وانست، تويتر ده اللي هو اكس دلوقتي، وانستجرام يوتيوب والديسكورد تحت عندهم والتويتر. وعندهم كمان عاملين 3 كمان، ستيك مان بروجكت لسه شغالين عليه، وده بروجكت بردك تقريبا، ودي اللي احنا بنلعبها دلوقتي 2019 وبس. دي كانت اول لعبة. تاني لعبة هي روب هيرو فايس تاون، على ما اظن معظمكم يعرفها، بس محدش يعرف اسمها لان اسمها صعب كده شوية. معرفش صاحب اللعبة اتجنن تقريبا، يعني معرفش هو بيختار الاسم. تقدر من هنا تقدر انك تطور نفسك، يعني ثانية يلا 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 اهو من هنا تقدر تشتري بيت مثلا، بس يعني ما تقدرش تخش جوه. فكرت اقدر اخش جوه البيت واشتري حاجات بس طلع ما فيش. طبعا السكيب بورد ده انا شاريه عشان ما حدش يقول لي انا دخلت ما لقيتش معايا سكيب بورد. لا، هو السكيب بورد ده يعني انا ايه ده، السكيب بورد ده يعني انا يعني بشتري من جوه اللعبة. شو اقدر اعمل برضه كده. ومن هنا بقى بيبقى في مكان الاسلحة كلها، واقدر ان مثلا اغير الاثنين دول مثلا ببعض
يعني بدل ده احط ده، او بدل ده احط ده كده. ثانية بس، ومن هنا دي الخريطة كلها، كل دي خريطة. فين بقى من هنا مهمات اقدر ادوس عليها واشغل؟ في من هنا البيوت، انا شاري بالفعل كذا بيت. ايه ده؟ المهم انا شاري بالفعل كذا بيت. من هنا بيبقى فيه زي ده يعني، او محطات القطر والبوليس والمستشفى مش عارف ايه كده. هنا ده تقريبا المكان اللي فيه الدبابة. لا ده المكان اللي فيه الدبابة، وده المكان اللي فيه الطيارة. هو انا قدامه كده، حتى تعالوا نجرب ونروح مثلا كده ناخد المكان بتاع اللي فيه الطيارة. عربية بوليس، عربية جنبنا. يعني هي اللعبة سهلة مش صعبة، يعني هي اللعبة سهلة مش صعبة فعلا. اقدر اهو ثانية اكيد انا دخلت. هو بدأ يضرب عليا نار، اقدر انط كده اهو، هسرق الهليكوبتر. ايه ده؟ ساعات بيجيلك زي السبين ده، ساعات بيجيلك زي السبين ده، تقدر انك يعني بيجيلك مكافآت منه. هو انا جالي 2000 جنيه، هو تقريبا كل مرة بيجيلي. يا ليه، هو نروح نسرق الهليكوبتر بتاعته. ثانية، بسرعة بسرعة بسرعة. ايه فين؟ هو كده احنا ركبنا طير اهو. بس سرقنا الهليكوبتر، ايه اللي حصل بقى؟ حصلش اي حاجة. ومعانا تالت لعبة، وهتكون انتو زاديتو. اهي ستولوجي جت معانا. ازيك يا شباب؟ حلقة جديدة. حلقة جديدة. ماشي سيبينا بقى نكمل بيت البتاع بتاعنا لو سمحت. هكمل معاكم، يلا نلعب فيفا وتش تش تش. اهو بص، ايه ده؟ هو عبارة هنا مثلا بيبقى في الستوري. ايه ده؟ بيبقى في الستوري، هي بتبدأ بقى قصة، بقدر اجيب الصورة دي، واقدر اجيب ده بيبقى معايا. وانا كل كده كل ده بس، وانا كل ده بقى متجه. ايه ده؟ ماشي. المهم وانا كل ده بقى متجه في الاخر ليه عيلتي، يعني انا رايح عيلتي، فيه زومبي بيهجم عليا. ومن هنا اقدر اطور الاسلحة بتاعتي او الحيوانات اللي معايا. انا معيش غير الكلب ده بس، او تقريبا مش ده كمان. من هنا ده ديلي، يعني ده انت تقدر تجيبه. بس عندك، انا جربته مرة، عندي وان فري ران ابيبل، مش عايزة اضيعها. عندي هنا دي مهمات اقدر اجيب برضك منها فلوس. وبس دي اللعبة، وبكده نكون خلصنا الحلقة. متنسوش تدعمونا بزر اللايك والاشتراك، ويلا سلام.